ذلك هو الفضل.
الكبير. السلام عليكم. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمس فيها نغوب صدق الله العلي العظيم الفاتحة مع الصلوات ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، تقبل الله أعمالكم بأحسن القبول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. صدق الله العلي العظيم. في الآية، هذه الآية 29 و30، لكن الآية اللي قبلها آية 28 في المقطع الثاني منها يقول الله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فبالتالي هذه الآية 29 كأنها تبين ما هي صفة هؤلاء العلماء، ومن أين جاء هذا العلم الذي يثني عليه الله سبحانه وتعالى بأنه ترك أثرا في نفوسهم وغير من سلوكياتهم، بحيث أنهم أصبحوا أقرب إلى الله عز وجل، خشيتهم أكثر من الله سبحانه وتعالى بالنسبة إلى سائر الناس. من أين لهم هذا
إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. وبالتالي هذه هي صفة العلماء الذين يخشون من الله عز وجل، وهذا هو مصدر خشيتهم من الله. فكلما قرأ الإنسان القرآن الكريم أكثر بوعي وإدراك وفهم، كلما انفتحت له آفاق من المعرفة والعلم. وهذا العلم ليس بالعلم النظري، بل هو العلم الذي يغير من شخصية الإنسان إلى الأفضل، هذا العلم الذي يغير من سلوكيات الإنسان إلى الأفضل، هذا العلم الذي يغير من أخلاق الإنسان إلى الأفضل، هذا العلم الذي يدفع الإنسان إلى أن يصلي بشكل أفضل ويتقرب إلى الله بشكل أفضل، هذا العلم الذي يدفع هذا الإنسان إلى الله ليقترب ويكون أكثر قربا إلى الله سبحانه وتعالى. إن الذين يتلون كتاب الله، كأن هذه صفة للعلماء الذين يخشون الله سبحانه وتعالى. وبالتالي ينعكس هذا عباديا، وأفضل صورة تقدم في القرآن الكريم، أوضح صورة تقدم في القرآن الكريم للعبادة إقامة الصلاة. ثم هناك التزام اجتماعي أيضا، وهو الإنفاق في سبيل الله، الإنفاق مخلصا لوجه الله عز وجل. أحيانا يعبر عنه بالإنفاق، أحيانا يعبر عنه بالزكاة، يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، وأحيانا يعبر هكذا أنفقوا ينفقون. وبالتالي مسؤولية اجتماعية، أوضح مثال لها مسألة الإنفاق، تحملون هالمسؤولية. مسؤولية عبادية، أوضح مثال لها الصلاة، إقامة الصلاة. لكن هذا لا يعني أن عبادتهم تقتصر فقط على الصلاة، ولا يعني أن مسؤوليتهم الاجتماعية أيضا تقتصر على الإنفاق. لما تصلح بين أثنين هذه مسؤولية اجتماعية، عندما تسعى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذه مسؤولية اجتماعية. هل تتخلى عن هذه المسؤوليات؟ لا، هذا النموذج الأوضح الذي يقدمه القرآن الكريم، وهو رأس المسؤوليات الاجتماعية، كما أن إقامة الصلاة رأس المسؤوليات العبادية. طيب، هذا كله سيفتح أبواب من الرحمة الإلهية حق الإنسان، أبواب من الفيوضات الإلهية. تشوف أن في أشياء ما كنت تعرفها، أو ما كنت قادر أنك تفهمها، أو ما تعرف طريقك في الحياة كيف تسلكه في مثل هذه القضايا، القرآن الكريم يفتح لك آفاق فيها، تشعر قلبك ينشرح، تحس أحيانا أنك في ضيق، أحيانا تحس أنك في حالة تيهان، عدم وضوح في الرؤية، أحيانا الموقف بالنسبة لك يكون غامض، تقرأ القرآن يفتح لك آفاق الحل، يعطيك وضوح في الرؤية، يفتح لك آفاق الفكر، يفتح لك آفاق الروح. وبالتالي يكون القرآن بالنسبة لك مصدر للعلم، وهناك البركة الإلهية التي تزيد من هذا العلم كلما قرأت القرآن أكثر بوعي وإدراك وتستمر على هذا الأمر. طبعا هذا ما يقتصر على الذين يتزيون بزي العلمائي، يلبس لباس علمائي، أو يكون من طلبة مثلا الحوزات الدينية، المدارس العلمية الدينية، مو ضروري أن يكون هذا. كل إنسان، الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن لكل الناس، أفلا يتدبرون القرآن، حتى حق المشركين الله سبحانه وتعالى قال لهم اتلوا القرآن هذا، تدبروا فيه ستجدون الحقيقة. فالقرآن الكريم مقدم للكل، لكن كل ما بذل جهد أكثر واتبعت الخطوات السليمة في فهم القرآن الكريم، كل ما فتح لك هالنتائج الإيجابية من آفاق العلم والهداية ووضوح البصيرة وغير ذلك أكثر وأكثر. بس يكون تتعب، المسألة فيها شوية تعب، بذل جهد، صبر، وفيها رغبة وإرادة. تشوف أنه ممكن أنت تكون أيضا إنما يخشى الله من عباده العلماء، مو ضروري يكون على رأسك عمامة، مو ضروري أنك تكون خريج إحدى المدارس الدينية،
فهذا الأفق مفتوح لكل الناس، لكل المؤمنين. هذا احنا قاعد نشرح، انت حضورك كل اسبوع قاعد تفتح مثلا بالانترنت محاضرات، تلقى تفسير قرآن يفهمونك مفاهيم القرآن، وهذا تسمع محاضرات، هذه كلها تفتح لك آفاق. وكل انسان بمستوى معين، مو كلنا مثل، المهم تبذل جهد. انت عندك 50%، ذاك عنده 60%، هذاك عنده 30%، هذا شيء جيد. في الآية 28 اللي هي آية إنما يخشى الله، نهايتها عزيز غفور، وفي الآية 30 نهايتها إنه غفور شكور. عزيز غفور، إنه غفور شكور، يعني الله سبحانه وتعالى كثير الغفران، ولكن أيضا مقابل هذا الغفران هناك عطاء إلهي شكور. كونه شكور معناه أن الله سبحانه وتعالى كثير العطاء، مو بس يغفر، يحط برصيدك أيضا، مو بس يمسح السلبيات، يحط في رصيدك الثواب والعطاء الإلهي الجزيل. هنا نلاحظ في التفاتة من الغيبة، إن الذين يتلون كتاب الله، هذه غيبة، ما قال كتابي، إن الذين يتلون كتاب الله، كأنه يتكلم عن غائب، تمام؟ وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم، مو رزقوا أو رزقهم، رزقناهم. أنا اللي أعطيت. هناك شي يقول كتاب الله، هذه غيبة، صح ولا لا؟ هني شي يقول رزقناهم. ليش بدل هني اسلوب الخطاب؟ ليش تحول من حالة الغيبة الى التكلم؟ لماذا؟ لان هذا اوقع في الامتنان. لما تقول اعطوه ومرة تقول انا اعطيته، ايه اقوى؟ انا اعطيت، صح؟ انا المتكلم، فهو اوقع للامتنان، حتى الله يذكرهم يقول انا المالك، انا الذي اعطيت، وبالتالي هذا يجب ان يحسسك بمسؤوليه تجاهي. فهذا التبديل في الخطاب هنا لانه الانسب بالامتنان. وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه، فهم عندما يعطون لوجه الله عز وجل، سواء كان هذا العطاء بالسر أو كان هذا العطاء أمام الآخرين، في الحالتين عندهم إخلاص لله عز وجل. ولو كان فقط علانية ممكن يكون في رياء، إذا ما يعطي إلا قدام الناس ممكن يكون إنه رياء، عنده غرض معين، مصلحة معينة، سمعة معينة يبي يحققها، غايات مثلا دنيوية. لكن من يعطي بالسر وما حد يدري عنه، هذا يبين أن هذا الإنسان عنده ماذا؟ إخلاص لوجه الله. وتقديم السر على العلانية لأنه أفضل، أيه أفضل، أيه الصورة الأرقى. ممكن الإنسان يقول أنا لوجه الله، لكن لعل فيها من حيث لا يدري 1-2% مو لله، لكن من يعطي بالسر ما حد يدري، فهني إنه يكون لله شنو؟ أكد، أوضح، وبالتالي هي الصورة الأفضل إنه يكون في السر. ولكن هذا لا يعني أن لا يعطي علانية. في بعض الناس يفسرون مسألة الإخلاص بشكل خاطئ، يقول مدام أنت أمام الناس لا تسوي أي مستحبات خوفا من أن يداخلك الرياء. هذا نوع من، يعني إحنا ما نبي نسيء الظن، ولكن هذا قد يكون وسوسة شيطانية أصلا. يقول قدام الناس لا تسوي أي مستحبات، لا تقرأ قرآن قدام الناس، قاعد بالمسجد لا تصلي مستحبات ونوافل، قاعد بالمسجد انت لا تسوي ذكر وكذا وما ادري شنو، لان هذا كله قابل انه يكون مدخل للشيطان حتى يكون رياء. انت قد ما تدخل المسجد صلي وامشي، صلي الواجب وانتهى. هذا تفكير غير قويم، والايات القرانيه تخالف هذا المنطق. احسنت. اولا
هذا في تشجيع للغير. انت من تعطي في انت بينك وبين الله ما قاعد تعطي رياء، ويوم تعطي تشجع الاخرين وترسخ هذا السلوك، ولدك يشوفك، صاحبك يشوفك، غير فيرسخ السلوك في العطاء. الشيء الثاني ان انت لما تعطي مثل هذا الامر علانية هو متوافق مع وصف الهي اثنى فيه على عباده الذين يخشونه وعندهم علم ومعرفة وفهم، وبالتالي الله سبحانه وتعالى يحب هذا العمل ويحب ذاك العمل. ولكن إن اقتصر على العلانية فقط هنا تشكك بنفسك إن ممكن أنت عندك رغبة رياء وكذا. أما إذا عندك الأثنين فحين ذاك ما عندك أي بأس، بل حسن أنك تعطي علانية حتى يكون في تشجيع تعليم للآخرين إلى آخره. طيب، يرجون تجارة لن تبور. إذا نبي نرجع للآية من البداية، إن الذين يتلون كتاب الله، أكو عندنا إحنا أداة النسخ إن، تدخل على جملة الإسمية تحول المبتدأ إلى اسمها والخبر إلى خبرها، وتنصب المبتدأ وترفع الخبر على عكس كان وأخواتها، واضح؟ وتعطي معنى، معنى التوكيد. هنا عندنا إن، شنو الاسم؟ اسم إن. ما هو المبتدأ الذي تحول إلى اسم إن؟ الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. ما هو خبرهم؟ ما هو خبر إن؟ يرجون تجارة، مثل ما تقول إن محمدا رسول الله. يرجون تجارة لن تبور، هم يتاجرون مع الله سبحانه وتعالى، والتجارة مع الله على خلاف كل أنواع التجارات مع البشر دائما رابحة، ما في أي احتمال للخسارة أو أي احتمال للضرر أو أي احتمال أن يصير كساد. التجارة مع البشر ممكن تنغش، يخدعونك في البضاعة، ممكن تتأخر البضاعة، ممكن ما يفتحون لك اعتماد ما تقدر التاجر، ممكن يتغير القانون بالنسبة لك، ممكن السوق يخرب، سوق هالبضاعة يخرب، الناس ما تشتري، ممكن يصير إغلاق، سكروا السوق، كورونا صار إغلاق، الناس ما تروح السوق تشتري، ممكن إنه يرفعون عليك الإيجارات فيكون ربحك قليل، ممكن إنه العامل اللي عندك يسرقك ويهرب، ممكن وممكن، كل الاحتمالات قائمة. ممكن إنه يصير في تجارة إلكترونية تخرب على التجارة التقليدية وما تعرف تجاري التجارة الإلكترونية وتخسر أنت. الحين في واحدة من الشركات البريطانية الكبرى في مجال اللباس وكذا ما عرفت تواكب وضع كورونا، سكرت فلست خلاص راحت، غيرهم اللي قدروا مثل ما شو مشوا. في التجارة مع الله سبحانه وتعالى هذا ما في أي 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 نسبة من الاحتمال، ما في، يعني مغمض وتدخل، مغمض وتدخل، على خلاف هناك جدوى اقتصادية ومستشارين يمكن، وممكن تسوي خيرة وتتردد وخطوة قدام وخطوة ورا وإيدك على قلبك وبالليل ما تنام وتحلم أحلام مرعبة وكذا، وتجيب لك محاسب والمحاسب يطلع خرطي ولا ذاك يطلع حرامي وكذا. مع الله سبحانه وتعالى ماكو، بس امش نفذ، ادخل بالتجارة، انت ربحان ربحان، والربح مع الله هم غير شكل. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. في عندنا عدة آيات تتكلم عن تجارة مع الله، فأكو هني شراء، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. قدم نفسك، جهدك، عطائك الجسدي، وقدم مالك بأن لهم الجنة، هذا الثمن، هذا اللي مقابل. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. من الحين استبشر، من الحين قرت عينك، مع أن إلى الآن ما استلمت أنت شيء،
لكن اتأكد، لأن ما في أحد أوفى من الله بعهده، وذلك هو الفوز العظيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ في تجارة، شنو التجارة؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. حتى القرض الحسن مع الله غير شكل، لأن القرض الحسن شنو معنى؟ قرض الحسن على خلاف القرض الربوي، قرض الربوي أنت تحط نسبة مربح قدام القرض اللي تعطي، أما في القرض الحسن تعطي 100 يرجع لك 100. الله سبحانه وتعالى يقول معاي أنا هم في قرض حسن، بس القرض الحسن معاي غير شكل، القرض الحسن أنا أعطي عليه، أنا أعطي عليه هدية، عندي هدية والهدية عظيمة جدا. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم، يضاعفه له. فتجارة مع الله ربحانة ربحانة وهي عظيمة. طيب شو اللي نقدمه احنا؟ انت تروح السوق تبي التاجر تدفع فلوس، او عندك صناعة او زراعة او غيره تبيع وتشتري وغيره، ماذا نقدم مع الله سبحانه وتعالى؟ اللي ذكرت الآيات قبل قليل، تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى، وعي وتدبر في هذا، الصلاة، الزكاة، الإنفاق، وخشية الله عز وجل، الاستقامة في الحياة، الأعمال الصالحة، هذه هي بضاعتك اللي التاجر فيها مع الله سبحانه وتعالى. ليوفيهم أجورهم، أجرك تأخذه كامل من دون نقصان، هذا معنى التوفية. مثل ما نقول فلان توفى يعني خلص، كل رصيدة من العمر خلصها للأخير، فتوفى، توفاه الله يعني استوفى عمره على الكرة الأرضية في هالحياة. ليوفيهم أجورهم، يعطي كامل ويزيدهم من فضله، مو بس هذا، لا يزيدهم من فضله. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، حبة تطلع سنابل كم واحدة؟ سبع سنابل، وفي كل سنبلة، في كل سنبلة 100 حبة، هاي صاروا 700، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الحبة تصير 700 وأكثر، فتضرب ضرب 700، تبذل جهد أبو 5 دقائق كأنك ضربت جهد باذل كم؟ 5 × 700 أو أكثر. فما في أحسن من هذه التجارة، ما في أعظم من هذه التجارة مع الله. فلا تستقل وجودك داخل المسجد، تجي شوية مثلا قعدت مبكر، قعدت صليت، قريت قرآن، بين الصلاتين بعد الصلاة ذكرت الله سبحانه وتعالى، أنت في البيت وأنت رايح البيت تسوق السيارة ذكرت الله سبحانه وتعالى، قريت لك شوية قرآن، هالصوب هالصوب سويت عمل صالح، أصلحت بين 2، لا تستقل هذا، هذا كله عظيم عند الله سبحانه وتعالى، ومضاعف أضعاف بشكل كبير جدا. ليوفيهم أجورهم، أتصور هذا التعبير لدلالة معينة. هناك كان تجارة، وهذه التجارة فيها أجر، فيها أجور، كأنها أقرب هذه التجارة إلى ما يعرف بالفقه بعنوان المضاربة. المضاربة يعني شنو؟ يعني أنت عندك فلوس، يجي لك واحد يقول أنا أشتغل لك بفلوسك، واللي يطلع 50-50 بيني وبينك، تمام؟ أو 30-70، اللي يطلع الربح نقسمه بيننا مثلا بعد كذا شهر أو نهاية السنة، هذه يسمونها مضاربة. فكأن هني لما الله سبحانه وتعالى تكلم عن التجارة وبعدين قال أجر، هو أشبه بماذا؟ بالمضاربة. يعني ماذا؟ يعني هذا اللي أنتوا تتاجرون فيه مع الله، ترى هو في النهاية ملك من؟ ملك الله. جسمك ملك الله، عقلك ملك الله، طاقتك ملك الله، صح ولا لا؟ لسانك ملك الله، قدرتك على أن تنطق ملك الله، الفلوس اللي تعطيها في النتيجة هي ملك من؟ ملك الله. فتجارتك مع الله ترى في الحقيقة هي ماذا؟ هي تجارة فيما ملك الله.
فما عندنا ذيك المنية من عندنا على الله سبحانه وتعالى، هو كل شيء من الله سبحانه وتعالى، احنا شوية نبذل جهد. فأنت كأنك تضارب بملك الله عز وجل، وآخرتها تحصل لك نسبة ربح، بس مع الله نسبة الربح هذه ماذا؟ مضاعفة مضاعفة مضاعفة. طيب، إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم، كتاب الله قلنا غيبة، رزقناهم متكلم صح؟ يرجون تجارة ليوفيهم، غيبة غيبة متكلم، رجعت ضمير ماذا؟ الغائب. ليش؟ لأن أنسب بالبداية، بالبداية بدأ بالغائب غير إلى المتكلم، رجع في النهاية خلى العبارة ماذا؟ مناسبة للبداية، فرجعها إلى ضمير الغائب. هذا الالتفات أيضا التفات بلاغي جميل. ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. هذا كله العطاء الكبير، لأن يليق بالله عز وجل هذا الغفران الكثير والشكر الكثير، لأنه يليق بالله، لأنه من صفات الله، إنه غفور شكور، كثير الغفران وكثير الشكر، وبالتالي هو يناسب الله سبحانه وتعالى. وما في أحد، ما في أحد يقدر إنه في هذه الحياة يعيش بحيث ما يحتاج إلى مغفرة الله عز وجل، فبالتالي أنت تحصل أجر، لكن أيضا مسوي لك سوالف، مقصر بحق الله سبحانه وتعالى على الأقل، في مقابل هذا التقصير أكون غفران لله عز وجل. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدق لما بين يديه. إن شاء الله تصور إحنا الوقت استوفينا، إن شاء الله هذا نأجله إلى الأسبوع المقبل. اللهم صل على محمد وآل محمد.